مشاهدي قناة الشروق في كل بقاع العالم، في السودان، في كل شبر من هذا البلد الجميل، معانا أسماء لطيفة جدا مربوطة بالدراما السودانية ربط حقيقي، ولها مساهمات في الكوميديا ومساهمات في الوجدان السوداني على وجه العموم، وقدرت تساهم في صياغة الذوق والوجدان، والدراما واحدة من المواعين الهامة جدا في التغيير الاجتماعي وفي تهيئة المناخ المسالم للناس. ومعاي في عشان ما انا اقوم اجري في قصة المذيع دي كده، اقوم جاكي طوالي كده حكسر المسألة دي واخش الى زميلي وصديقي الدكتور فيصل احمد سعد. بنقول لك كل سنة وانت طيب. مرحبا وكل عام وانتم بخير، يعني كل سنة ان شاء الله كده فرحانين مبسوطين اي حاجة تمام. اخي شعراوي كل سنة وانت طيبين والعيد مبارك عليكم، وكل سنة وانتم فرحانين، وكل سنة وانتم سعيدين، كل سنة انتم انت مالك بتلاوي الشكر ده مالك بتلاوي لا مين طيب الشكر ده تلولو كده دايما ده شكر هنبدا الشكر بالاول اللي احنا في المشاهد ما خليتك في الحمراء هذه الشكر الاخت سحر ابراهيم محجوب ممثله ممتازه جدا، سعداء جدا انك تكوني حضورا معنا. يعني تسلم يا جمال، كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل السودانيين طيبين بألف خير، ويعود عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب. نتمنى إنه العيد ده يعني يرجع لجميع السودانيين، والسودان سالم، والسودان متماسك، والحياة راقدة، ونتمنى يعني الفرح. ونحن نبدأ الأسئلة. أنا قبل شوية غريبة وأنا مركب مكانة المذيع كانت في قطيعة غريبة جدا شغالة قبل التسجيل قبل شوية في مسألة الأكل، فجأة الأخ الدكتور فيصل أحمد سعد كان بيتكلم عن الشيء. أيوة يعني قبل ما يبدأ التصوير ده. أيوة كان بيتكلم عن الشيء ومنداح في الشيء دي، وقال لي شيء تجمر جميلة. نعم. أنت بتحب تاكل شنو في 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 فطور العيد؟ والله شوف الفطور العيد ده يا سلام يا اخ، يعني العيد ذاته هو جميل، فتره منوعات. ايوه مش المغني قال شنو؟ قال لا بريدك يا بريدك يا صباح العيد. ايوه مش كذا؟ ايوه يا سلام، شوف صباح العيد جميل كيف. فانا يعني حقيقه يعني الفطور بالنسبه لي يتقسم لمرحلتين. المرحله الاولى زمان كنا نحن يعني في مرحله، انا في الابيض والايام الاولى جيت هنا العصيده والصحن بتاع الشعيريه ده فطور عيد. عيدياته عيد الفطر. عيد لا الفطر احنا نتكلم عن الفطر ده الفطر يا سيدي. ما عندي داعي للضحيه يعني، ما انا خايفك تخش في نادي الضحيه. لا 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 حط لك صحن الفتره الثانيه. ايوه يعني جينا يعني من مجيد الشعبيه هنا، لقيت ناس الشعبيه عندهم عاده جميله شديد، هم بيجيبوا عصيده وبيجيبوا برضو شعيريه وفول وفول وطعميه وسمك. لا سمك ده ما سمك سمك عديل اسماك في حياتنا. ايوه عديل مستسمكين. ايوه يعني السمك ذات يبدو يعني على ما يبدو انه سنه يعني استنى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في 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 في, 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 في فطور العيد. سمك تمام سمك. ايوه انا عارفك طبعا عشقك للسمك شيء قديم جدا يعني. اسماك في حياتنا. نعم اي نعم البلطي والكبروس وطبعا نحن يعني لاحظ انا زول جاي من الابيض. هاي ما جاي من الابيض وقعدت في السمك ده بوش يعني حب السمك ده اللي هو جابك من الابيض بالله انت جاي في سمك هنا؟ لا ما انت جيت هنا اساسا، انت ما جيت هنا مش كده؟ اي بتجيني لقينا سمك هنا؟ انت خليت هناك شنو؟ ما في سمك هناك. في شنو؟ كجيك. كجيك في كجيك سمك في اي حاجه دا ودا دا ودا 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 السمك. لا لا سمك مجفف يعني سمك مجفف. الكجيك ده طبعا اكله جميله جدا. سمك مجفف
مناسب الكجيك ده بالعصيده برضه بياكلوا. اي نعم. فيجينا هنا جينا يعني انا بمشي انا معي اخونا واستاذنا عادل الحربي بنشتري السمك يعني من المورد وكذا. نعم. فعرفت لك اسماء الاسماء كلها. نعم. قول لي 10 اسماء. 10 يا اخي املا. بلاش املا. 10 ليه يا اخي؟ ايوه. في عجل. ايوه. كبروس. ايوه. كشم البنات. ايوه. وير. ايوه. السمك البلطي. ايوه. بعدين السمك الاول حاجه خريش. 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 بياض. 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 برد. بتاكل برد؟ لا ما باكلها الا الكرمه تقاطع كده. الكرمه لو قطعت وكل لك بردتين. السمكه اللي حقت اكل الملوك اسمها شنو؟ اكل الملوك دي تفيهم. السمكه اسمها اكل الملوك يعني بتمتها كده تاكلها. دي هتدي دي بياكلوها الا الملوك يعني. دي سمك الا الملوك؟ يعني بيسموها بعد العجل والبياض طوالي. البلطي؟ لا يا اخي البلطي ما قلناه نحن. طيب ده معناتها الكاس؟ لا لا كاس بتاع كبروس؟ لا يا اخي اخوانا ما كبروس. طيب هنا اسمه ده في حاجة اسمها نوك ولا شنو؟ نوك اوت. نوك اوت ولا شنو؟ لا كم يا طيب. لا في حاجة المين بتجيبها شوية بتجيبها شوية دي بتاعت ملوك؟ يعني بأكل الملوك يعني فاخر أكل الملوك نلوك. نعم أكل الملوك وهكذا. والله يا طيب الطيب طبعا العيد ده أنا قاعد ارجع في ذاكرتي زمان بالنسبه لجيلنا نحن نقول نحن طبعا ما قلت قبل الميلاد لكن كان في ناس نحن نشوف في صغار كنا بنشيل كعك يا سلام ودقدق البيبان يا سلام يا سلام وكانت الطفوله شكلها جميل يا سلام. بالمناسبه الطفوله بتساهم في صياغه الفنان جدا. نعم. يعني الواحد يرجو ان يكون طفل لاسع. نعم. يعني عشان يقوم ياخذ معاه الحياة الجميلة دي. يا سلام يا اخي. والتداخل تدق الباب الحلة للباب ده وشايل كعك في كيس وشغلانة. الجيوب مليانة مليانة حلاوة وتخش البيوت دي تشيل البلح وخاتي بلح بجاي والبلح ده ممكن نوزعه لكن الحلاوة دي ممكن تقعد كم يوم حقتك انت. ايوه. لكن ممكن تدي ناس ثاني من في الشارع من البلح ده. بنخش نشيل كل البلح واللي نايم يدوك وجيبك مليان. وبتمشي من بعدين بتتخصص في بيوت معينه بتدق في بيوت معينه في بيوت بتفطها ما في حلاوه بتاعت كان في كعك حلاوه ريه ريه ديك في حلاوه ريه وحلاوه لبن وحلاوه لبن دي سبعه جنيه حلاوه لبن دي انا بتذكرها حلاوه لبن دي لكن صعبه لكن لو شلت منها ثلاثه وانا بدربس يعني بتاثر على البيت اي يعني كونه انت بتشيل تذلك لما يدوك الصينيه بدوها لك كده بتخمش ايوه تدخل أيوة. حاجه كثيره لكن كده. انا يعني بتمتع كثير جدا اسي حاليا لما اتذكر ذكرياتي في عيد الضحيه انه ما فوق حلاوه ونحن اطفال نقوم نمشي نلقى الناس طبعا مشغولين من الصباح ذبحوا الخروف وناقده وقاعدين بيقطعوا في الكمونيه وبيسووا في اللي ناقده بتجي يا سلام عليكم الحمد لله العيد مبارك عليكم وبعدين هم كده هم بيدرك كده وبعدين يعني شغالين والمشي جماعات كل صف كميه شفت بنوقفوا لك مسافه طويله جدا لكن همنا كله انه وين محل الحلاوه لكن بعد كان في طحانيه واحده في الحله مش يا سلام انت عارف اس يعني لما اشوف جبت لي ملاق قروش قبل الهناي قبل الطحانيه في الحله الطحانيه ايوه متعبه في الحله في طحانيه كده واحده واحده كل تدور كده ديك أيوة. ساقيه ايوه دي في الخشب في كانت. ايوه في المدن بالمدن. لكن في الغرى ممكن تكون بالحبل يعني شجره زول ربط لها حبل في الشجره كده ممكن يلزق كده بالحبل 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 ايوه بين شجرتين وعمل لها ناي اسمه مخده أيوة. تاخذ مخده كده وناي وتدفع قروش ايوه ما في قروش فيها قروش بهذا في الشجره بتربطها هاي ما خلاص هو ما شايل الحي دي جابها ساي ما جابها من حته ثانيه جابها في المدينه انت بتمشي تدفع هنا هنا تدفع تعريفه اذا هناك بتدفع قرش اي طحانيه اي لكن بعدين العجلات ذاتها كانت ايجار العجلات برضه مربوطه باللعب بتاعنا بشكل عجيب جدا أيوة. طيب وبعدين اللعبه بتاعت اللي هنا ديك اللي انت اشترك كم من رينج تجاوب الوينجي ذاك هو اللي اسمه شنو ذاك العصير بتاع شنو كان القزازه بتاعت العصير دي ما حضرتها طبعا اللي بتجع فيها الرينج كده وش اسمها قزازه العصير قزازه العصير ده مكتوب على عصير ساي؟ اي قزازه عصير اي وثاني في في كم حاجه كده في عسل وفي شنو ما عارف ايوه لكن بنجلي لكن اللعب انا بفتكر انه اغلب الفنانين انت يا طيب كملت لعبك كويس في الحله؟ والله ما كملته انا ما كملته لانه يعني الواضح انه كثير من الناس
اللعب ده بيساهم كثير جدا في صياغه شخصيه الفنان. ايوه صح. اللعب بتاع الطفوله نعم. اللي اختفى كثير من شوارعنا يعني. الناس بقت طبعا اللعب فيجوال جدا وذهني وكده، والناس بقت الكمبيوتر استلب بينا حياه ثانيه. يا اخي انت لو رجعت للعب ده، نحن لما كان مثلا المدارس، في المدارس يعني انت كل الالعاب السودانيه دي كانت موجوده في الناي يعني، جر الحبل، الغفز بالزانه، وما بعرف شنو، دي كلها العاب سودانيه كانت موجوده. ام الحفر، ام الحفر، وكمبلت يعني، وحرينا وشدت. أيوة. استاذ ذكر اللعب ده؟ اي نعم صح صح. أي. بعدين كان عندنا يعني شدت وغمدت لبدت. لا بدت شنو؟ غمدت لبدت، غمدت لبدت، والفات الفات. ايوه وكله ده لعب كان موجود في المدارس. لعبت اللعب ده يا سحر؟ للاسف ما كله يعني، انا بس انتوا بتحكوا عن حياه مرات، انا بحس انه ما في جيل، انا بعيده منها شويه. لا تقولي قريب يعني، انت لغايه فتره يا حدوته الجيل، الجيل الثالث. ايوه فلعبتها بسيطه والله في الالعاب ديت يعني، يعني حجله ام. وطبعا العاب البنات بتختلف شويه من العاب البنات بتختلف، برغم ان انا ذاتي لما كنت طفله كنت بميل لالعاب الاولاد اكثر يعني، يعني كنت دائما بحاول. تلعبي بيلي ولا شنو؟ بيلي ما لعبتها. جوك لكن دافوري وما تعرف شنو الحياة دي، وبحاول اسوق العجلة وشنو. تعرف الججوك؟ لا ما بعرف. ججوك؟ الججوك. دقيقة دي شوية كده. ده لورا. ججوك ده شو؟ ججوك ده شو؟ ما عارف ايه ججوك؟ ما عارف ايه ججوك. ما برايي. وريك ججوك؟ لا لا يا جمال انت معانا ولا معانا؟ انا معاك معاك. لا ايوه ما تعمل له وريه. خلي وانا الججوك ده عظم كده معين من الخروف كده، وبعدين منتهي ب يعني شكل كده يعني منحوت كده، بحيث انه يتكون تراب وتجدع فوق ويقف، يجي واقع واقف. ايوه واقف. ايوه ايوه. انت انت تعمل واقف منتظر. ايوه ده واقف، ده واقف. البقع اذا انت وقعتها تاخذ يدك، خذ يدك كده ويطير فوق يدقك بالججوك. ايوه لا بس لازم معناتها عندنا اسم ثاني. لا عندنا احنا اسم ثاني، اسم الكور. كور كور ده شنو؟ الكور دي ما قوري، القوري الكرة اللي هنا اللي بيلعب كده، بيلعب قرقور. قرقور قرقور ليه ما بيلعبوا بيلعبهم يا اخوان؟ قرقور ايوه قرقور ده بتاع ال هو برضه بتجيب بيعملوه السمكريه، بيعملوه كده بيلف كده كده وناي، وبعدين كده وناي بتلعب كده. لكن الججوك حاجه مختلفه، الججوك ده عظم عظم، تجدع فوق وبعدين في تراب لين كده معمول، تجدع فوق يجيب طق كده. اذا انت كله كنت بقيت حريف كله مو شنو وقف. ايوه انت تلعب انا العب. أيوة. وقفه وقفه. اول ما تقعد انت تاخذ يدك يدقوك بيه، يدقوك بيه حرقه كده. وين كمبله؟ كمبله كمبله شنو عظم يا طيب؟ ده عظم ده عظم ده يجيب فش فش عظم. مش بتخط اللي برضه ترص الحياه جيفا كده ونايم؟ لا 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 دي حاجه ثانيه. لا اله الا الله. احنا طيب ده بالمناسبه في العظم ده هيرجعك اللوبيه ثاني. لا لا العظم ده بالمناسبه ما تخليه ما عام. أي معام. الحياة دي ما عامة. لا لا في ما كل منطقة في السودان التباين شنو؟ اللعبات الشعبية الزمان دي اللي كانوا بيلعبوها الأطفال. أيوة. واللي على فكرة في أفريقيا أسست للعبات البيسبول والحياة كثيرة جدا طلعت من أفريقيا دي، كانت من الحياة الفطرية بيلعبوها الأفارقة في البلدان الأفريقية كلها. وكانت أساس يعني. كم بلد دي لو عينت لها عندها علاقة بالجولف. أيوة. يعني تحس بانه القصه دي فيها الحفره دي وبدقها كده، بس غيروا لها نجيله جميله كده. أيوة. نجيله سمحه يا اخي. الكلمات دي بتطلعت من اللي لما كنا بندخل نلبس الشوال وتجربه ونادي ما كان. أيوة. العاب شعبيه، العاب شعبيه كانت بس موجودة. استطاع انه الغرب يطورها تبقى لعبات العاب اولمبيه. ايوه والعاب كثيره جدا. الحقيقه يعني احنا دائما الفنان طفولته عنده اثر حلو. نعم. يعني في صياغته كده. دكتور فيصل انا عايز ارجع بك برضه للبيض، واللبيض عندك فيها ذكريات كثيره جدا. انا الحقيقه في ناس بيلاقوني في الباصات بيسلموا علي زي الحال، يا اخي انا من اللبيض، يا اخي سلم على دكتور فيصل ده. انا درسني. ايوه الملاحظ في الحركه بتاعت المسرح على وجه العموم انه المعلمين ساهموا مساهمه كبيره جدا في صياغه المسرح السوداني. نعم. وده تاريخ بعيد يعني، اذا رجعنا لبختر رضا بنلقى يعني اساتذتنا الكبار فكي عبد الرحمن، الطاهر شبيكة، وكثير من الناس اللي ساهموا في 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 صياغه المسرح ده. وانت معلم، انت درست في مدارس كثيره، في او كم مدرسه درست فيها يا استاذ؟ كثير يعني، انا في الأبيض اشتغلت في مدارس كثير يعني.
مدرسه شنو قولي. يعني انا اشتغلت في الابيض الاميريه. ايوه مدرسه كبيره يعني بدات تعلم في ابناء كره القدم من 1908 كم 8. ايوه لكن انا ما اشتغلت فيها سنه 8 ذاتها يعني. انا بقول لك قلت لي انا اشتغلت فيها 1908 الابيض الاميريه مدرسه مشهوره معروفه يعني. نعم منها طوال اشتغلت لها في مدرسه ثانيه برضو جميله جدا يعني شرق الابيض مباشره اسمها عبد الكريم حسين جعفر. دي المدرستين جميلتين شديد انا اشتغلت فيهم في الابيض. الشارات شنو المسرح كان بيعمل لك شنو في داخل هذه المدارس يعني؟ هو يعني شوف انا اتعينت معلم في وزاره التربيه والتعليم في كردفان بسبب المسرح. يعني لانه كان عندنا في الابيض الثانويه نحن طلاب عندنا حاجه اسمها يوم الاباء. يوم الاباء ده يعني معارض وكوره وتمثيل والاباء والامهات كلهم بيجوا يشوفوا اولادهم يعملوا شيء في اخر السنه. معارض يوم الاباء. اسمه يوم الاباء. يوم الاباء ايوه. يعني لا ما اعرف والله لانه كان انت طيب كنت معاك بعرف حاجه اسمها اللي هي كانت تابعه في تقصد عيد العلم. عيد العلم لا عيد الاباء براو وفي الجمعية الأدبية. أيوة. لكن يوم الآباء ده بيتعمل في نهاية العام الدراسي الطلاب بينتجوا فيهم يعني فيه حاجاتهم اللي هم تعلموها. يكون عندنا معارض يعني في الأبيض الثانوية. أيوة. كان في معارض كل جمعيات جمعية التاريخ جمعية الإنجليزي جمعية التربية الإسلامية. ده اسمه يوم الآباء. يوم الآباء بيجوا الآباء بيقعدوا يشوفوا أولادهم عملوا شنو في العام في المدرسة. بيجتمعوا بالآباء يعني. فبكنا بنشتغل تمثيل دراما تقيلة. فيعني خبرنا زع في المنطقة. يعني اول ما انا دعينت معلم طوالي يعني مفتش قال فيصل حسعد يمشي الاميريه لانها مدرسه كبيره يعني في اكثر من 3-4 انهر ها محتاجه لزول بتاع مسرح. ده السبب الاساسي اللي ودني الاميريه بغض النظر عن انه يعني انا داري ادرس شنو ولا اي حاجه. انت ما زلت معلم طبعا ما في شك. انا يا بقوم يا جمال في سؤال داري ازاله للاستاذ. ازاله كويس. الاستاذ انه هو في درس في الاميريه. ايوه الزول كان بيدقك في برضه كان في الاميريه ومدرس يدقوا كيف طيب لا هو طالب كان في زول في زول على اساس انه البنجح البيجي الاول البسوك الاول البسوك الاول ذاك في زول ده كان السكه كثير جدا سكوه في زول كان بيسكه وقام يستخدمه في الدراما اللي هو انا ما اعرف كبسول لا يعني هل هو نفس الزول كان زمان انت كان عندك سكه زي دي يا استاذ؟ لا هو مش كذا يعني الطيب ده لغبتك يعني مش كذا يعني اول حاجه انا ما كان بسوق اول حاجه كنت الفه اها اي لا انا حياتي تعرف الالفه ده يا اخي انت كنت الفه حياتي كلها الفه تكتب المهرجلين الابتدائي كله انا الفه المتوسط كله انا الفه الثانوي كله الفه لغايه ما انا جيت كليه الموسيقى والدراما انا رئيس الفصل لغايه ما بقيت رئيس الاتحاد. انت الفه من الله خلقني الفه. طيب يا استاذ الفا نهائي بعدين شنو كنت قصير ومرت كده لا بتبلغ كثير انت بتكلم مدرسين بعدين شنو انا 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 قصير وضعيف يعني اي زول ممكن تقري لكن شنو لكن بتبلغ سريع شخصيه قويه جدا بقعد قدامك كده كبسور عنده علاقه بالبلاغه كبسور ده خليه دقيقه لغايه ما اجي انا اوريك مرق من وين من المدارس. كنت الفا تمام يعني كنت اقعد قدام الفصل في المذاكره طبعا مذاكره ما بالليل ايوه انا بقعد كذا الفصل ده صاني نازل تقرا تعمل شخشخه حتى لو انت بقيت طويل ضخم الجثه الشلولخ ما لو انا اتكلمت ما في الكنبه الورا ديك كفي الكنبه الورا يكون بخوفوك بخوفونا دي لا شنو بكتبه ما بتكتب لا بكتبه وريه فيصل بدقوه لا دقيقه انا ما بدقها لسبب لحاجتين جراي يعني اول حاجه انا جراي انا ما بدقها لسببين اول حاجه انا الف يعني كان تجيتني لي مالفه الصول حق المدرسه الله يرحمه عمان اسماعيل الله يرحمه يحسن اليه قاعد الله يرحمه خشمك بدقوق دق حار نعم دقيتني بكره صباح الميزه هيك بوديك دقوق ثاني يعني ما بتتخلص مني ايوه بعدين ام ذاته بشعرين انت كنت شخصيه اذا كنت شخصيه صعبه شخصية ما صعب يعني بعدين يعني انا لذيذ معهم لانه بيشوفوني في المسرح ثاني يوم نعم يعني في المسرح بيعمل لك مشكله بتشوفني في المسرح تصفق أيوة. كده ومعجب بالحاجات اللي احنا بنعملها في نفس الوقت بيجي يقعد لك قدام يقول لك امنع الكلام ولا كلمه ربع ولا قاعده ربي المذاكره ما في ربع المذاكره ما في ربع المذاكره لا انت الفا في المذاكره لا انت الفا في المذاكره بس
انت في المذاكره الف الصباح في برضو. طيب ما بتعرف الصباح ما في الصباح دي ربع يديك قدامك عين قدام وكل لك اوامر كده بتاعت لا كده بالابتدائي يعني انت داري تحرش بيك الف بتحرش بيك ولك ربع يديك ده بالابتدائي عين قدامك بعدين شو عمليه نزل يدك السؤال كانوا بيقدروا يفرقوا بين الشخصيتين ديل يعني زول الكوميدي في المسرح وزول الصارم يعني انا قدامك الفا كويس يعني ممكن اتلاقى معك وممكن يوديك يدقوك انا عملت اي شوشره في راسي يوديك الصوره يدقوك بكره يبقى حاجه شخصيه كويسه لكن غير المتوسط وغير غير غير ابتدائي يدقوك مرات في جماعه كده عندهم حلاوه بتاخذ رشوه ايوه مرتش في رشوه يعني اللي هو الفطور لا 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 تفطر مع في ناس لازم لا 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 في حلاوه في المذاكره بيجيبوها الاولاد معاهم احنا ما كان عندنا مقدرين نشتري حلاوه في حلاوه جميله اسمها حلاوه شراغه يا شراغه دي قبل انت قلت دريبس يا طيب دريبس وحلاوه لبن حلاوريه وحلاوريه وحلاوه سكينه ايوه وحلاوه سكينه وحلاوه منو حلاوه شراغه حلاوه شراغه دي كانت ساعه جت على الطاروهات كده حلاوه طويله شويه كده بعدين كبديه بنجوم كده فيها نجوم يا سلام ايوه تملى حلاوه واللبن كده حلو شديد يا سلام مغامره ضعيفه شوف ايوه انا بكتبك مهرج ايوه نمشي في المسافه بعيده من الفصل لغايه الصول اي مركت حلاوتك في المسافه دي انت اسمك بيغلط اي بنهزر كده بقول لك شوف ثاني انت ما تفهم يا فيصل في حاجه في حاجه لذيذه جدا انك سايق الزول وموصله انت داير جواك انه اذا تراجع لا لا طبعا هو لا 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 بعدك ما اعرف بدوك الاساسه الالف يكون سايقك ويقول يعني هو مسايقك انت بتقوم انت بالسوق بالسوق زي الرهائن كده ايوه يقول فلان يمرق فلان فلان يمرق فلان فلان يمرق فلان فلان يمرق الاربعه دي يمرقوا كلمتك مسموعه يمرقوا كي زي زي اي زول لكن يا فيصل تكون في واحد في الفصل يخوفك نهائي ما في لا في ما في لانه انا عندي سلطه انا عندي سلطه قد الف بالنسبه الصباح وبالمساء بعدين يعني انا في جمعيه التمثيل جمعيه جميله بتتذكر اول شغل اشتغلته شنو في مدرسه والله في يعني في الابتدائي ايوه في الابتدائي والله انا اذكر بالفضل كل واحد من اساتذتنا الكرام اسمه اسماعيل الفحيل هو اللي حثانا بانه نحن نشتغل تمثيل هو اللي ساعدنا هو اللي قدم لنا الفرصة إنه يعني قال لإخواننا يعني تعالوا نمثل عشان دارين نبني الفصل السادس الخامس والسادس عايزين نبنيهم عايزين نبنيهم فكون أول حاجة عملنا إسكتش عملنا إسكتش صغير كده بنا لنا الأستاذ لكن بلهجة الهوسة أنا هنا أقف لك في الهوسة سحر إنت البنات ما عندهم ألفة مش كده عندهم كيف ما عندهم عندهم البنات عندهم الفا عندهم الفا و... في الفصل اسمها شو الف البنات اسمها الفا اسمها الفا لا اسمها الفا الفويا بايخه جدا كمان بالله والله اسوأ اسوأ بكثير ايوه هذه فيها برضو فيها الفا بتكون عندها دائما علاقه بوكيله المدرسه او نائبه المدير او كده يعني يعني دي بتوصل أيوة الحدث بتود بلاغات ثقيله جدا طوالي اول باول بعدين كنا مره واحده بس في حياتي انا برضو طبعا في المدرسه لانه بيتعاملوا معي كمهرج كده وزوله بتضحك الناس وخاصه كلام في الحصص وكده ف قاعده بالكلمه الاخيره لا لا في النص في النص ايوه لكن بليده جدا في الرياضيات ما عندك مشكله ممكن يعمل لك كورس ايوه فمره واحده بس قامت الاستاذه قررت انه انا اكون الفا ما قدرت طبعا ما قدرت اتعامل معاهم وما قدرت كنت زوله مجامله جدا لكن قدرت اقنعهم انه يكونوا هادين ويروقوا ويكونوا منضبطين بشكل كويس كده يعني لكن عرفت ان انا فاشله جدا كالفه يعني كزولا ممكن امسك الفتره فصل. دي مثلتي مثلت كتير جدا في المدرسه ايوه انا بمثل يمكن من ابتدائي من صغيره خالص شنو في عيد العلم يعني ولا في الجمعيه الادبيه ايوه الجمعيه الادبيه الاسبوعيه طبعا كل خميس كان بيكون في مناشط فكنت بمثل كنت بالف الاسكتشات وبختار الممثلين الكاست بتاعي وبمثل تذكري حاجه من الحاجات والله كثير خالص بتذكر اي حاجه كده انا على فكره بتذكر الحاجه زمان يعني في الابتدائي كان في حاجات بتحس او بتدفع الناس للتعليم ايوه محمود اخوي مستقبلك ضيعته الدرس اللذيذ عاديته وشو بتذكر الكلام ده بتذكر حاجه زي دي انا بتذكر انه في الاسكتشات اللي اشتغلناها عاده يا اما شفناها في جروبات كانت كوميديه مثلا شفناها في مدارس ثانيه ناس اكبر مننا
نمشي طبعا مرات معارض في مدارس مختلفه وحاجات زي دي كده او رحل يعني. فهي شفنا سكتشات قدموها ناس بنقوم نحاول نشتغلها او بنالفها برانا. فالسكتشات كانت ممكن تكون هادفه بشكل او باخر لكن تتبني على الكوميديا دائما بس نضحك الناس تضحكوا. ايوه لكن التمثيل المدرسي فيه حاجه ملاحظه انا ذاتي ما كنت معاهم طبعا في نفس الفكره دي انه بيستخدموا الاطراف كثير الكلام كله باليدين غرف ثقيل يعني زي حتى كمان النشيد طبعا فيه حركه. ايوه فيه حركه محدده. ايوه صح لما يكون راصين ولا جماعه كده ضربين كده. ايوه ما في شكل بالنسبه للبيت هل انت خططتي انك تكوني ممثله؟ ابدا ما خططت لحاجة دي لكن الجو العام ساعد اذا كان الاسري ولا في عموما يعني في حياتي ساعد بشكل كبير انه اتجه للاتجاه ده لانه جو الاسره كان عموما شكله هو فني هو فني لكن مشيت في اتجاه المسرح. انا زول بحب قرايه القصص شديد وزول خيالي واسع فكنا بنحب نقرا قصص المكتبه الخضراء ونمثلها طوالي. نعم البيعات الثلاثه بنمثلها طوالي نختار الشخصيات وبنمثلها نعمل لها ازياء كتاب مطالعه. لا في مكتبة مطالعة ما حضرتوها في المكتبة الخضراء حضرت مطالعة. طيب لا حضرنا مطالعة احنا. ايوه هاشم في العيد هاشم في العيد الدجاجة الصغيرة الحمراء و الغراب النبيه. نعم نعم تقول له حقيقة واصلة يا استاذة. فكان الوالد الله يرحمه كان مشاركنا في مركز ثقافة الطفل. نعم فكنا بنمشي نجيب الكتب اسبوعيا بنجيب الكتب نقرا ونرجع ونجيب الكتب ونرجع. فكان مكتبه الخضراء كان عندها كتب كميه كانت منتشره ما اعرف هي موجوده ولا لا. فكان بتنشر حتى هي الكتب القصص العالميه. يعني كانت قصص سنو وايت وال سندريلا والحاجات دي كلها. فكنا بنحاول نمثلها فقمت اتجهت اتجاه ده شديد يعني حسيت اني بحب التمثيل يعني بحب الخصتك بحب النطيط الجري الناس بتكون سعيده في انه يكون في عناصر المسرح قدام الجمهور فيه. أيوة. ما لاوستي ما خفتي في الاول واقفه لك قدام يعني اول مشهد تخيل لي بيمر في الفتره دي انه بيكون المعلمين قاعدين قدام والاباء زي ما قال المشهد الدكتور. صح انا ما اعرف حاجه غريبه احكي لك يا جمال. انا بشتغل طبعا في الجامعات الادبيه ما اعرف بيجيني قوه من وين انا حتى مهما كان الجمهور غفير يعني ان انا اشتغل ويكون عندي القوه دي حتى بقدر اصبر الناس اللي معايا يعني انه اوكي نستمتع بالحاجه دي وكده يعني. فمره قمت الفت لي قصيده كده وقلت دخلتها في البرنامج ما بعدين سوعني انا بعد السكتش بتاعي بعد فتره كده حقوم اخش اقرا قصيده. فاشتغلت السكتش شويه حي وكان جميل جدا جدا والناس انبهروا يعني ضحكوا كده وبتاع. لما جيت اقرا القصيده ما قدرتها كنت برجف ماسك القطعتي يعني كنت في عالم ثاني مختلف خالص. فكان دي حاجه غريبه بالنسبه لي يعني المسرح بدي هو غريب بالتاكيد بالتاكيد. أيوة. هو طبعا يعني انا دائما بصفه بحب خفي كده يعني المسرح ده بعد مرات هوايه بتجمع هوايات كثيره مع ما في شك. وبعد مرات الموهبه الانسان ما بيكتشف نفسه كثير فيها يعني اكيد نحن قاعدين دين ما خططنا نبقى ممثلين يعني تخطيط كده انه يوم يكون الواحد يبقى ممثل بشكل محترف او يدرس او يحترف او كده ما في زول خطط لحاجه زي دي. وكثير من الفنانين عندهم الموهبه دي وما مشوا في المجال ده. انا بتذكر انه انا في المدرسه الابتدائيه كانوا معي زي 4-5 من الاصحاب بيمثلوا معي في عيد العلم وكده وانا كنت سياف الدور بتاعي سياف بس طلع السيف كده وبكورك سريختين ثلاثه وبرجع ده دوري كله في شعلان. وكانوا النازل حولي بيشتغلوا احسن مني لكن ما وصل وموهوبين وكده. فانت بتتذكري انه الفتره دي انه الانسان بيتكون فيه هذا الحب الكبير للمسرح. المسرح معون كبير يعني فيه الموسيقى وفيه الشعر وفيه التشكيل وهو ذاته مدرسة الحياة كلها يعني. نعم. يعني الواحد قد يكون كان بيرسم صح او كان بيحاول يعمل اي فن تاني حتى ايفن الفن بتاع الرقص وداخل هذا المعونة الهائل جدا. صح. على فكرة قبل ما امشي على المنحة ده نحن هنعمل فاصلة صغيرة.